مساء الخير، ازيك يا نادر؟ مساء المحاضرة، ازيك؟ منور الدنيا. تمام الحمد لله. ازيك؟ عايزين نقول للناس احنا فين. احنا هنا في معرض ابناء احنا بين. تمام ارض المعارض. ارض المعارض. بنركب يا جماعه من المؤسسه من عند مستشفى النيل، اي عربيه بتبقى جايه عند طنان بتنزلي عند معرض ابناء احمدين، وما تمشيش مع حد وما تساليش حد. الارقام على الشاشه، تواصلي معاهم قبل ما تيجي، هم هيقولوا لك تيجي ازاي بالظبط وهيستنوكي. طيب احنا عندنا شحن، لجميع المحافظات، عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، وطول ما الفيديو شغال سايبه لكم الارقام اسفل الشاشه للتواصل مع معرض ابناء احمدين. انا عايزه ابدا بالقمر اللي وراك دي، تعالي بص. هو عارفها قمر حلو قوي ما شاء الله. هنا نيش منفصل، دي درفة واحدة. تمام، زائد ان هنا في ليد، هنا في ليد. ايوه منور اهو، بصوا يا جماعه. تمام. عند الارفف من ورا في ليد. احنا طبعا مش هنشيل في باقي السفره، احنا شلنا هنا بس عشان تبين، لكن كل السفره كده. تمام، فيها درج من ومعانا درج متبطن برضو. تمام، كله ازيز. معانا واحد اهو، واحد زيه الناحيه الثانيه. تمام، معانا اثنين، وده البوفيه. ده البوفيه بتاعنا وكله ليد يا جماعه. ده البوفيه معاه مرايتين نفس الشكل، احجام مختلفه. سيبها هي باينه. تمام، اهي دي الكبيره ودي الصغيره، بتحطيهم على الحيطه كده بيتعلقوا. بصوا بقى البوفيه ان شاء الله. هو جاي بدوران، جاي بدوران بكيرف من جوه. تمام، ده هنا رف، هنا درفه ثانيه رف. تمام، ثلاثة در. حلو ده ما شاء الله. بص عليك شكل الاكسسوار نفسه ما شاء الله، حاجه راقيه جدا. الالوان جميله، ماتشنج الالوان مع بعضها، الاوف وايت مع البيج مع الجري تحفه. تمام، لا حلو قوي ما شاء الله. الكرسه بتاعتها، بص الترابيزه بقى، الترابيزه الداير بتاع الترابيزه كله بيجيد ليد، فيها ليد. الترابيزه كله بيجيد ليد. بص شايفين من جوه اهو الابيض ده، ليد ده يعني مدور كده على الترابيزه كلها. بص شغل الترابيزه من الجنب هنا. بص الرجل دي، انا بحب الرجل الناعمه اللي نازله دي، مخروطه كده مره واحده، جامده جدا. معانا هنا الكرسي اللي قماشته سيزر، القماشه نفسها عامله ازاي، تحفه. طيب دي معانا اتنين اسود مصبح بجولد كده، والباقي ظهره كشمير والوش اوف وايت. بص الوش بتاعه عامل ازاي، وريه من الظهر بقى يا محمد. حلو قوي الاكسسوار نفسه، حتى لو محطوط في الظهر هو الاكسسوار اللي نازل. تمام، دي ست كراسي. تمام، زائد ان اتنين نيش. ايوه، البوفيه بتاعها زائد البوفيه. سفره محترمه، سفره كامله، مش ناقصها حاجه. بستة كرسي. تمام، حضرتك احنا بنتكلم فيها 27 و28 قبل الخصم. تمام، بعد الخصم احنا عرضنا للفيديو. تمام، عرضنا ب 24000 جنيه. دي معانا النهارده ب 24000. سفره ونيش وبوفيه يا جماعه كامله ما شاء الله، حاجه شياكه زي اللي احنا شايفينها دي كده، وكراسي محترمه جدا ب 24000 جنيه. لسه عندنا عروض كتير، كمل الفيديو معانا للاخر. هنشوف ايه تاني يا نادر؟ في حاجه زي كده. تمام، بصوا دي بوفيه او النيش اهو، ده فيه خشب بقى عشان بس نبقى واضحين كده. هنا في الجانب بتاعته فيها خشب، هنا ازاز اكتر عشان وانت بتتفرجي تبقي عارفه معايا. هنا ثلاثه رف، هناك كان رفين، هناك اتنين رف. تمام تمام، هنا درج برده من تحت، ده هنا درج. تمام تمام، بص الشكل البوفيه بتاعها، البوفيه درج من بره كده من تحت، وهنا درفتين. تمام، افتح الدرفتين كده. تمام، هنا ثلاثه درج، زاد ان في درج من تحت، في درج من تحت، هو اربعه درج من هنا، خمسه، سته، ست ادراج في البوفيه، ودرفتين مع بعض فيهم رفين كبار جوه ما شاء الله. تمام، والمرايه بتاعته بتتعلق يا جماعه، شايفين تحفه حلوه بسم الله ما شاء الله. احنا كده معانا اتنين نيش اللي هو الجانبين دول، اللي هم الاثنين بيتبعنا صح، اسمهم اتنين فانوس. ايوه تمام، هنا ديت المرايه بتاعتها بتتعلق، بتركب في البوفيه كلها. بتقيد ليه، بتشتغل معانا ليد حوالين المرايه. تمام، لو زي ما حضرتك شايفه كده شكل جمال البوفيه، زائد ان هنا في ليد، الدرفه نفسها بتقيد ليد. بصوا كده، دي هنا اهو في ليد. تمام تمام، دي الترابيزه بتاعتها. بص الترابيزه الشكل بتاعتها عامله ازاي، فيها ليد برده جوه. بصوا فيها ليد، حاجه شيكه جدا، حاجه دلع. قبل ما تكون شيكه فهي دلع، عشان انتوا متخيلين نفسها بتاعت الترابيزه، شايفين حاجه محترمه تحفه. بص هنا الكرسي بتاعها، ده واخد لونين برضو لافندر كده في بيز. تمام، وظهر الكرسي فيه المقبض هنا برضو. تمام ما شاء الله، ما تفتحش بقى. يعني هو ده كحلي، في ده كحلي اللي هو القماشه السيزر. وهنا برضو اللافندر في البيج، حلو قوي.
خلينا نقول رجل السفرة هنا اللي هي مضلعة. رجل الكرسي اللي هي المضلعة. طبعا حضرتك ان هنا والده عشان بس نبقى احنا عارفين، بص رجل الكرسي هي اللي ماشية مع رجل الأمام. حلو قوي. هنا برضو يا جماعة رجل الكرسي برضو اللي هي المخروطة اللي نازلة زي رجل السفرة دي. حلو قوي. في كذا تفصيلة حلوة بصراحة هنا في السفرة دي. احنا ما قلناش سعرها. حاجة زي كده سعرها احنا عشان القناه، انا هتكلم السعر دوت كده احنا عاملين خصم للقناه. تمام. حاجه زي كده عامله 25000 جنيه. تمام. ده السعر النهائي بتاعنا. تمام. كده دوت اللون النيش اللي بتاعنا. انا بحب النيش ده بقى. بصوا النيش ده يا جماعه، حطي حاجتك كده في ابان. رف 2 3 ومعاكي رف الخشب اللي تحت مع درجين الاسطواني كده، تحفه. بصي الاكسسوار حضرتك عامل ازاي. بصي شكل الاكسسوار نفسه. تمام. تمام. وصمت الرف يا جماعه، بصوا صمت الرف حاجه محترمه جدا ما شاء الله. تمام. كله ازاز من بره، الحلق بتاعه بس هو اللي خشبي كده، والرجول استانلس. بص حضرتك التشكيل نفسه استانلس كده ورجول استانلس. تمام ما شاء الله. ده البوفيه. حلو. بصوا بقى البوفيه عاجبني، بمرايته عجباني ما شاء الله، يعني حاجه حكايه. شايفين جاي بدوران بسيط، يعني مش واخد معاكي بومبي ولا ياخد مساحه. وهنا اضراب جميله، حطي بقى شنطه المعالق، حطي تفاصيلك حاجتك براحتك خالص. ثلاثه دول شايفين تحفه. زاد ان ده يمين وده ده شمال. وطبعا مطعم بستانلس يا جماعه، والمقبض شوف المقبض وشياكته حاجه تحفه. هنا كده كريستاله جميله قوي ما شاء الله. زاد ان كلها استانلس من تحت. تمام. هنا برده كله استانلس كده من تحت. تمام. بس شكل المرايه بتاعتها برده، المرايه هنا لسه اهي. تمام. خليها هناك، خليها عشان حرام ما تتبهدلش. تمام. ما شاء الله تحفه. المرايه بقى جايه عريضه حلوه قوي، واخده مساحه البوفيه، ولا فيها اي تقسيمات ولا فيها اي حاجه. السفره دي في الفرش بجد هتبقى خطيره. بصوا بقى الترابيزه بتاعتها، شايفين الرجل جميله، واخده ستانلس في الرجول وستانلس في الجناب ما شاء الله، والوش كله ازاز مع شكل الخشب القمر ده. شكل شايفين حاجه شيكه حاجه. والكرسي هنا برده ظهره لون ووش لون، البيبي بلو مع البيج، وهنا اللون الزيتي، واخدين كده ماتشنج الوان مع بعضها تحفه. حلو قوي. وظهر الكرسي، ظهر الكرسي برده هنا في الحته اللي بتشدي بيها الكرسي دي او بتزقي بيها كده الكرسي. حلوه كامله جميع الاكسسوارات ما شاء الله. دي حاجه شياكه. الموديل ده احنا عارضينه هنا في القناه، عارضينه ب 25000 جنيه. دول قبل القناه كنا بنبيعه ب 28000 جنيه. ايوه. يعني السعر بتاعنا احنا لينا كام؟ السعر النهائي بتاع اللي هم متابعين القناه 25000 جنيه. انا ما اتلخبطنيش، 25 حلو قوي. 25000. تمام. في حاجه برده زي كده، بصوا عامله زي الساقيه او الترسه. بصوا شايفين سته كرسي بتاعه حاجه كبيره. بصوا شكل الكرسي صحيح. بصوا الكرسي متقفل ازاي من هنا، حاجه محترمه جدا. بصوا رجل الترابيزه ورجل الكرسي ما شاء الله اهو جنب بعض باينين ما شاء الله. حاجه يا جماعه بجد محترمه. كل الكراسي لون واحد، الظهر كشمير والوش بيج، وهي داخل فيها شغل خشب بيج مع الدرجه الكافيه. يعني بصوا انتوا متخيلين بجد حاجه محترمه جدا. ده كده البوفيه. بص حضرتك شكل جمال البوفيه. هي دي بتبقى مفتوحه كده، حلوه قوي دي. لو مش عايز تحط شنطه معالق في الدرج، لو محتاجه تحطي هنا كوبايات في عزايم اطباق، فدي خطيره. بص حضرتك شكل بصوا حلو قوي. عاجبني الرف ده لتجهيز العزايم كده خطير. ومعاكي درج هنا ورفين تحتيه، يا ربي، ورف تحتيه، وهنا ضرفه برفين خطيره. تمام. وبصوا الحركه دي بقى، ده سفره للدلع يا جماعه. لف بقى ورينا الرفين اللي جوه المتبطنين دول. بصوا تحفه دي، حلوه قوي 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 ما شاء الله. ثواني، ومن فوق المرايه بتتعلق، ومعاكي الترسه دي بتعلقيها برده. بتتعلق زائد ان المرايه بتاعتها الدير بتاع المرايه كله بيد ليد. تمام. ده النيش. ده النيش. ايه ده، استنى. تمام. الله، ده بالتبادل مرحلتين. دي الحركه اللي موجوده في البوفيه. تمام. موجوده هنا رفين وتبقى مقفوله من تحت، وهنا من تحت مفتوحه وموجوده. تمام. فوق. تاني لفها لي بعد اذنك عشان تبان لهم بقى من بعيد. انتوا متخيلين قصدي ايه؟ خطيره، حلوه قوي، حركه مختلفه يعني. تمام. طبعا حطي حاجه فيها تبقى امان ما تتكسرش. والنيش هنا خشب، ثلاثه رف زائد درج كمان. تمام. بص الرجول بتاعته يا جماعه عامله ازاي، حلوه جدا. وبرده هنا اهو ما شاء الله، اهي بسم الله ما شاء الله. لا سفره محترمه، حلوه، حاجه شيك، حاجه محترمه، حاجه دي تبقى شاب بيتك، حاجه تظهر عند حضرتك انت. تمام. بكام؟ جت سعرها 24000 ونص. 24000 ونص، حلو قوي. تيجوا بقى للترابيزه دي. بصوا الترابيزه دي عامله ازاي، خطيره. الكرسي بتاعها كله كرتونيه كده، شايفين عامل ازاي ما شاء الله اهو.
بسم الله ما شاء الله. بص رجل رجل الكرسي، رجل الكرسي هي رجل الترابيزه حضرتك، فيها تفاصيل حلوه، لونها مختلف. بص الترابيزه ست كراسي، الترابيزه هو حضرتك نفس الشكل البوفيه ماشي مع النيش. تمام. بص البوفيه بتاعها حاجه جديده. بص هنا دي بتلف، ايه اللي بيلف؟ حاسه انها بتلف، دي بتلف صح، اللي جوه هو اللي بيلف. انت بتلفي وتوصلي للحته اللي انت عايزاها. تمام. ديت منظر بقى. تمام. حلوه الحركه دي برده، المرايه بتاعتها كلها ليد، كلها ليد. تمام. ادي شكل البوفيه، في عدد درج في هنا، ثلاثه درج، ثلاثه. تمام. زي ديت درفه، واو، برف، رفين، رف رف فوق ورف تحت، فوق يعني رف تحت. تمام. الشكل الجمال نفسه بتاع لون الخشب حلو مش قافل، وهنا درفتين، درفتين. تمام. برف جوه كتير، بسم الله ما شاء الله. تمام. احنا كده معانا البوفيه والسفره. بص النيش بتاعها حاجه شياكه كتير، هي الدرفه بومبي، الدرفه دي بومبي يا جماعه. بصوا وبرده الارفف بتاعتنا 1 2 3 3 ارفف وفيهم ليد. بس حضرتك مساحه النيش تمام ما شاء الله ما شاء الله، مبروك بجد على هتاخدها، حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. معانا ال بصوا يا جماعه السفره مخدومه خشب ازاي، شايفين كلها قايمه نايمه السم ده كلها ازاي، حاجه محترمه كلها ازاي ان شاء الله. تمام. حاجه شيك جدا. ايه بقى ديت؟ عامله 24000 ونص. 24000 ونص، حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله. زي كده ترابيزه بستة كرسي. انا عجبني ان الـ يعني بص منقوشين الكراسي حسيتها حاجه يعني جميله جميله جميله، شبابنا كده اليومين دول خطيره، شايفين حلوه قوي. بس القماشه بتاعتها حضرتك، في عندنا زي كده المنقوش، وبرده الاساس الكراسي الرئيسيه ساده، وش جري وظهر كافي. تمام. وهنا شايفه كده شكل الترابيزه حاجه شيك جدا وحاجه ساده. بص الترابيزه ساده، حلوه قوي الحاجات دي على فكره، حلوه العرايس اللي ما عندهمش بقى مساحات كبيره. دي كده ست كراسي، ترابيزه ونيش ما معهاش بوفيه. طبعا احنا عارفين النيش بيبقى مهم جدا للعرايس، لاكثر العرايس. اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، رف ازاز ورف خشب ودرجين من جوه، درجين خزنه من جوه، درجين من جوه النيش يا جماعه، خزنه من جوه النيش. تمام. ولد ثلاث ارفف، نستغل المساحه. تمام. ثلاث ارفف ليد. بص الخشب من بره واخد شكل عامل ازاي، نغبشه كده، حلو قوي ما شاء الله. طب السفره المحندقه دي بكام؟ حاجه زي كده ديت عامله 14000 جنيه. حلو قوي ما شاء الله، جميله دي، بسم الله ما شاء الله. تمام. تعالى بقى، دي حاجه بتبقى زي كده، دي هي انهي واحده؟ تمام. ديت اثنين نيش، واحد يمين واحد شمال، اربعه، ثلاث ارفف ازاز ورف خشب ودرج كبير ما شاء الله. تمام. ولد يا جماعه خلينا متفقين، البوفيه ادي درفه، بس درفه برف، وهنا برضو درفه، استنى اجيبها اهو. تمام. بص شكل النيش، ولينا كمان ادراج من بره اهو، ولينا ادراج من بره. تمام. الاخير مش هجيب الترابيزه بتاعتها. بص الترابيزه بتاعتها اهي ما شاء الله. انا تعبيك لو انت مش عايزه الاربع كراسي منقوشين، في حاجه زي كده كرسيين رئيسيين بس هم اللي منقوشين وشكلهم برده شياكه وحلو، والباقي ساده بالظبط، وش وظهر لون مختلف. زاد ان بص الترابيزه الشغل اللي فيها، شايفين الشغل برده في حركات، يعني برده هندلعكم بطريقتنا، شايفين حاجه عظيمه يا جماعه ما شاء الله. ست كراسي، كل السفر اللي موجوده معانا النهارده سته كرسي، مع الاثنين نيش اللي هم العمودي دول، مع البوفيه كمان، شايفين البوفيه عامل ازاي، بجد عظمه، حلو جدا ما شاء الله. تمام. معانا بقى السفره دي بكام؟ السفره ديت احنا عرضنا ب 25000 جنيه. تمام. تمام. دي كده لمتابعين القناه يا جماعه، ما تنسوش تقولي تبع قناه شيماء الجوهري. نادر بقى احنا عندنا تشكيله هنا ترابيزه نيش بستة كرسي، حلو قوي عشان خاطر المساحات بس مش اكتر. تمام. دي كده معانا ترابيزه اهو، الرجل دي اهو. تمام. ده النيش حضرتك بتاعها كرسي كافي، والرئيسي كشمير، والنيش بتاعها رفين كبار. تمام. ولد يا جماعه ولد بعد ولد جوه اهو. تمام. ومعانا درجين كبار البطن من الداخل. تمام. تمام. زي ما حضرتك كده شايفه الشياكه بتاعتها. تمام. حلو قوي برضو دي الترابيزه بتاعتها زي سته كرسي. تمام.
ديت احنا بنبيعها ب 16000 جنيه أوه. عاملين خصم عليها للمتابعين بتوعنا عاملينها ب 13000 ونص. حلو قوي. تمام تمام. في حاجه برده ثانيه زي كده، بصوا دي برده، بصوا بقى هنمشيلكوا سريعا لان ايه، هنا ترابيزه بنيش، هي اختلافات بس الموديلات بتاعت الكراسي، يعني هنا الكراسي سيلفر او اوف وايت، وهنا كشمير، هنا كافيه وكشمير، وادي ترابيزه اهي قدامنا. تمام، خلي هنا اهو، بصوا هو ساده، هو كرسي ساده، بصوا الظهر فيه خياطه كده، تمام، هو الظهر اهو فيه خياطه والوش بتاعها ساده، حاجه سامبل قوي. تمام تمام. اتنين درج، اتنين رف واتنين درج من بره، رف وادي مساحه النيش بتاعها. تمام تمام. انت عندك الرجل بتاعت النيش هي نفس الرجل بتاعت السفره، وهي نفس الرجل بتاعت الكراسي. تمام حلوه دي. تمام ديت احنا عاملينها برده عشان متابعينا في القناه، ديت عاملينها ب 14000 جنيه. حلوه برده ما شاء الله. هنا بقى الليد شغال، رفين ليد ورف خشب ودرجين. تمام درجين اهو، اثنين ليد، حلو ما شاء الله. تمام تسلم ايدك. دي الترابيزه، دي الترابيزه، بصوا الترابيزه يا جماعه، يعني فيها مسافه هنا اهي كده، واخدين بالكم؟ تمام. الست كرسي بتوعها اه، والست كراسي اهو برده ساده زي التانيين. حلوه دي. تمام تمام. دي برده سعرها 14000 جنيه. 14000 حلو قوي. حاجه زي كده برده، دي بقى اللون الكافيه ساده كده خالص، هو الشغل بس القرص اللي في النص، والكراسي برده الظهر متخيط والوش ساده. تمام والنيش ليد ورفين. الكرسي الحوض اه، مش الكرسي العادي اه اه. تمام الترابيزه ودي السته كرسي. تمام ودي النيش بتاعها اه، الدال بتاعها كله برده حضرتك بايد الله. تمام ديت عامل 13000 ونص. 13000 ونص، بصوا الترابيزه ليها رسمه اصلا يعني. تمام في حاجه برده زي كده، بصوا برده دي ليها مسافه كده اهي. تمام ليها رسمه، الكرسي بتاعنا ساده من هنا ومن ورا ليه خياطه. تمام يعني حاجه سامبل قوي للناس اللي عايزين حاجات ساده وما تاخدش في المساحات معايا. النيش بتاعه وكمان معاكي نيش رفين ورف خشب مع ادراج خارجيه. النيش بتاعه من تحت. تمام بس شكل النيش ما شاء الله. كل النيش اللي معانا يا جماعه ليد بكام دي؟ تمام ديت عامله 14000. حلو قوي ما شاء الله. تمام حاجه زي كده برده، ادي النيش، الترابيزه، السته كرسي، طبعا زي ما احنا قلنا الاثنين رف. آه هنا الكراسي الوش لون والظهر لون تاني عشان دي مختلفه عن اللي احنا شفناه اللي فات. اه طبعا حضرتك ودرجين الوان. تمام واثنين درج، واثنين درج للنيش، الدرج الثاني. تمام ودي النيش. تمام بالراحه بالراحه اه. تمام تمام أو. طبعا زي ما قلنا حضرتك متاح تغيير اللون، حتى تغيير اللون في الالوانات بتاعت الكراسي كل دوت متاح في ايدينا. تمام حاجه زي دي بتعمل 13000 ونص. 13000 ونص. هنا الترابيزه دي والكراسي دي مختلفه، بص الرجول بتاعتها عامله ازاي، وبص الكرسي ما شاء الله، الظهر واخد نصين شايفين الكرسي اه، حلو قوي. قدام ايه بقى؟ كله كافيه، كله كافيه جامد من قدام، كله كافيه، والظهر واخد نصين. تمام رفين ورف خشب. تمام ودرجين من تحت. حلو قوي. تمام دي بتعمل 14000 ونص. دي كده يا جماعه معانا ب 14000 ونص. اعملي سكرين لو عجبكي على طول، سكرين ونادر معاكي كده. تمام في برده حاجه زي كده، دي بقى حاجه اسمها الامرايه. الامرايه تمام. بص حضرتك النيش بتاعها مرحله تحت اه، مرحله فوق. بص ده دور، ده دور، دور. تمام مرحله تحت ومرحله فوق ورفين. حلوه تمام تمام. حضرتك كلها سيم مربع وزان. تمام ودي الترابيزه بتاعتها، مربع وزان الترابيزه بتاعتها كلها، الدير بتاعها كله بايد ليد. تمام تمام ده كله كده يا جماعه اهو بايد ليد، من هنا اللون الجديد بلو مع البيج. تمام بس حضرتك ده اه حلوه دي ما شاء الله. بتاعت الترابيزه نفس الرجول بتاعت الكرسي اهو، بصوا. تمام حلو قوي دي برضو. بكام دي يا محمد يا نادر؟ 14000 ونص. 14000 ونص. انت انجزتني في الفيديو عشان الناس اللي بيشغلوا الفيديو من باقات، معلش انا عماله اكد على السعر وسريعا، لكن جوده الخشب كلها واحده، لان احنا عند ابناء احمدين بيشتغلوا بماتيريال محترمه جدا. هاتي نجار معاكي وانت جايه، حاولت الم لكم على قد ما اقدر. تعبتك معايا يا نادر، متشكره قوي بجد، الفيديو كان مميز جدا وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.